دابا من الان بيوليو تيعرفوا كاع المواهب اللي عند عبد الرحيم بانا والتي يعرف لها باتقان. اللي ما تنعرف لها باتقان ما يشوفوهاش، بيشوفوا الاتقان ان شاء الله. والان بدينا بحمادشه، واحد النوع اللي صوفي تيذكر الله والنبي رسول الله وتيصلي عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الفن تاع حمادشه اللي هو اقدم فن واقدم تراث كان في مراكش. ما كانت لا تقيتيقه لا دقه لا ملحونه، كانت حمادشه هما اللي كانوا مشعبين في مراكش. اي حاجه كانت حمادشه هما اللي كانوا، حيت المقوله القديمه الخدمه لها حمادشه، كانوا تيقولوا الاولين الاولين قبل ما تبان لها دقه. داكشي باش هذا الفن هذا قديم في مراكش. وحاولنا مع الاداره نتاع جمعيه الاطلس الكبير اللي تيتراسها سيد الحاج محمد الكنديري، اللي قالنا خصنا هذا الموروث الثقافي ما يضيعش. وقلنا له حنا حمادشه وبسطاتنا الحمد لله نقدروا نحييه ونقدروا نوضوه من هذا العكزه اللي فاش هو. وبهذا المنظور داكشي باش درنا الاستقبال، باش اللي داخل يشوف حمادشه يتذكر هذاك، ولو يذكروا باه، ولو يتذكر المقوله نتاعت الخدمه لا احمد شي، عارف بانهم راه كاينين وراه ولاد مراكش. وبنا راه تيدير تقيتيقه وتيدير حمادشه وتيدير عيساوه وتيدير قناوه. شاركت قبل من في الاول، حنا دابا علاش تقيتيقه غابره على 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 المهرجان؟ ماشي غابره عليه ما بغاتش تجي ولا، الناس مشتونين، الناس خدامين. تتلقى عنده هو في ذاك النهار اللي عندهم هما المهرجان فيه، بيخدم فيه يقسم وبيقبط واحد البركه، عنده هو واحد ثلاثه تقيتيقات ولا اربعه، كي بيدير يخلي اربعه تقيتيقات، كل تقيتيقه العديمه تيصور فيها 6000 5000. التقيتيقه هي الخدمه، هي النشاط، هي غادي لواحد الرزق، هي التقيتيقه هي هادشي اللي تنقولو. ولكن بداك الخف نتاعها وبداك الحلاوه نتاعها ولات تتقال الخدمه ودير لنا شي تقيتيقه، يلا الواحد التقيتيقه شنو هي التقيتيقه، هي يلا تنشط، فهمتي بهذا العباره. انه راه حنا تزدنا في حومة تتعجب الاعاجيج الشعبيه وعائلتي الخميره الاعاجيج الشعبيه في مراكش. العم ديالي هو الحاج عمر مهري، الا تسمعوا به، اللي مع حميد الزاهري اللي تيقول لك ها هو هذاك، هو عمي اوبا اخويا وصاحبي. هو شنو اوبا؟ هو معلمه اوبا، انا قطع الفن عنده 18 سنه، علم خوه وخلاه. عمي هو اللي علمني، وعلى منين تعلمت؟ انا تعلمت من عمي والمعلمين. عمي عطاني البركه والمعلمين كله، واش ديت من عنده؟ اللي ديت من عنده الغيطه، اللي بحال هذاك راه هو معلمي في الغيطه، معلمي في الطريجه، معلمي في الطبل، معلمي كلها، معلم نتاع حاجه تنمشي عند البروف صحيح في الحاجه، هو اللي تيقول معايا عمي معلم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، والله الا وبخير وعلى خير. هي هو كاع هادشي اللي تشوفيه هنا في الفكر ونص فيه، ما تيحتار الا ما دخل وسلم ما يدخلش. الحمد لله انا قلنا لكم 87 كاينين اللي صغار اللي كبر مني ومتعلمين عندي، ما يخدمهمش شي حد وما يخدموش مع شي حد. انا عيط لك دروك لاي واحد من هاد الناس الكبار تقول ليه واش تخدم معايا، يقول لك لا. تقول له تخدم مع عبد الرحيم، يقول لك نمشي تنجري.